ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة. ويمكن شغل مصر الشاغل هو فترة الانتخابات اللي جاية، ويمكن فاضل وقت قصير جدا على الانتخابات، والانتخابات المرة دي مش زي أي انتخابات، عدد المرشحين أكبر، دوائر أصغر، والتنوع كبير، هننتخب قايمة فردي، ولأن البرلمان اللي جاي هو أخطر برلمان على مصر، والبرلمان اللي جاي هيختاروا منه اللجنة التأسيسية اللي هتكتب الدستور، فعشان كده لازم نختار بمعايير سليمة، ولأن أغلب المرشحين بيكونوا بيدخلوا الانتخابات لأول مرة، فإحنا لازم نذاكر كويس قوي إزاي هنختار المرشح بتاعنا، إيه المعايير على أساس هنختاره. فالنهاردة عندنا فقرة مهمة جدا في وجهة نظري، وهي مع أستاذة رغداء السعيد مدربة مهارات بشرية. صباح الخير. صباح الخير يا نوال، الأستاذة رغداء، إزيك؟ ازيك يا سارة؟ طبعا النهاردة عايزين كده إيه، نعرف حاجات كتير وتفاصيل كتير، يعني أنا شخصيا عايزة أعرف منك معلومات كتير جدا. أول حاجة عايزة أعرفها، على أي أساس أو إيه هي المعايير اللي على أساسها ممكن أختار مرشح البرلمان؟ طبعا هي المفروض ان احنا بنبقى عارفين احنا عايزين نتعرف على مين اللي مرشح نفسه الاول، بالظبط. دي اهم حاجه. طب مين مرشح نفسه؟ هل هو عنده مثلا فيديوهات، عنده لقاءات، مين يعني؟ احنا عايزين نشوفه حتى، يعني احنا في مرشحين معروفين او متشافين كتير، وفي مرشحين ما نعرفش مين هم، في يافطة محطوطه مين دول. فبالتالي احنا اللي مطلوب مننا ان احنا نحضر المؤتمرات بتاعتهم بس عشان نعرف مين هم، او نقرا مين هم ونشوف التاريخ بتاعهم. مش كل حاجه تتكتب هتتصدق، بس في حاجات بنتاكد منها. يعني حد مثلا كان محاضر، حد كان رئيس قسم مش عارفه ايه، جراحه ايه وبتاع، بنسال يعني نعرف بس مين، ونسال، نحاول نسال، عشان ان احنا لازم نسال عشان نبقى عارفين ايه يعني هنرشح على اساس ايه. وبعدين بقى في معايير اللي هي الخاصه بالمهارات البشريه. احنا عرفنا مين هو وبدانا نحضر له مؤتمرات، فبنشوف بقى ايه، يعني عارفه في بني ادم بترتاحي له وبني ادم ما بترتاحلوش. ممكن يبقى في يعني في حزب معين انت مش عاجبك الحزب بس مرتاحه للشخص، وممكن العكس صحيح، انت مرتاحه للحزب بس مش عاجبك الشخص نفسه. فكل المعايير دي احنا لازم احنا نحكم عليها بنفسنا. مش هقول استفتي قلبك، بس استفتي بقى مهاراتك البشريه في قرايه الشخصيه اللي قدامك. يعني لازم نذاكر المرشح كويس طبعا جدا. طبعا اصل خلاص دي مسؤوليه، يعني دي مسؤوليتك، هتختاري حد، وبعدين هو انت مش صوتك مش بتديه عشان تاخدي حاجه، صوتك بتديه عشان حقك المفروض هيجيلك يعني. طيب زي ما حضرتك تقولي، انا هسمر اب كده زي ما بيقولوا، يعني انا دلوقتي في حد مترشح، هعرف تاريخه، هقرا عنه كويس جدا جدا، واشوف كمان البرنامج الانتخابي بتاعه هيكون ايه، متناسب معايا او مش متناسب معايا، وعلى اساس كده هختاره، ولازم اسال كويس قوي. تمام. اوكي. حضرتك بتقولي دلوقتي ان احنا من خلال مهاراتنا البشريه نقدر نعرف اللي قدامنا ده اذا كان انسان سوي او انسان كذاب او انسان ذكي او انسان اي حاجه. طيب ايه هي المواصفات الخارجيه من خلال كلامه، من خلال البادي لانجوج بتاعته، من خلال حاجات كتير قوي، ازاي اقدر اعرف ان هو انسان ممكن يعني يتحمل مسؤوليه ان هو يتكلم بالنيابه عني؟ اوكي، انا هقول على الحاجات كلها. أوكي. عشان ممكن حد يمسك حاجه واحده يقول لي يعني انا هبص لللبس اللي هو لابسه. تمام. لازم نبص للبس اللي هو لابسه. دلوقتي انا لما باجي اعمل برزنتيشن او عرض تقديمي او بروح اعمل مؤتمر صحفي، الطبيعي ان اول حاجه بنبص عليها في المهارات البشريه وهي لغه الجسد هي الهندام. انا رايح لابس ايه؟ هل انا لابس مبهدل، لابس جلابيه، لابس حاجه؟ مش هتكلم في لبس جلابيه ولبس بدله على قد ما انا هتكلم في هيئه، في 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 نظافه اللبس. انا رايحه مهتميه بالمؤتمر ده، فرايحه في احسن صوره عشان اعرض نفسي، دي مهاره تسويقيه للشخصيه. فطبعا مش هقول لك ما هو ممكن حد يعمل كده فيضحك على الناس بلبسه، لا، ما احنا بنقول هنمسك كل حاجه 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 حاجه. طريقه الكلام بقى، احنا هدي هنتس كده على المصداقيه بتاعه الشخص نفسه. اول حاجه احنا بنعرف الانسان الكذاب مش الكذاب من عينيه، لما بيقدرش يبص في عين اللي قدامه مده، يعني بيعمل اتصال مباشر بالعين مده اكتر مثلا من 3 4 ثواني، هتلاقي عينه على طول يعني ايه، بيرد عليكي وبيعمل كده، بيرد عليكي وبيروح ويجي. فدي اول حاجه، المنطقه دي العينين، احنا عينيه بتزوغ ولا ثابته ولا ايه بالظبط. في ناس كتير قوي ودايما بيقع الساسه والرؤساء في الحته دي، في الخطا ده، ان هما بيبقى كلامهم منمق جدا وافكارهم مترتبه جدا، وناسيين ان في حاجه اسمها لا وعي. لا وعي في عدل النضاره، لا وعي في الحركه الارتباك، حركه الارتباك بتاعه الايدين، لا وعي في الهرش اللي عند المناخير، لان دي اكتر حاجه بتظهر الكذب.
يمكن بيل كلينتون هرش عند مناخيره 26 مره في المحاكمه، لان بيحصل ان نسبه الادرينالين بتعلى، وبيحصل ان اول شعيرات بتتاثر هي الشعيرات دي او الودن، بس المناخير اكتر. وانا كمان. فهي دي من ضمن اشكال كشف الكذب في لغه الجسد او البادي لانجوج، ان هو يحك مناخيره. في حاجه تانية برضو في المفردات بقى بتاعت كلامه، انما يجي تواجهيه بحاجه بيعمل اسقاط على غيره. يعني ايه اسقاط على غيره؟ يعني انت تاخرت نفسي. انت النهارده اتاخرت في الشغل، ما هو كل الموظفين اتاخروا. كل الموظفين اتاخروا دي اعرفي ان هو يعني مش عارف يرد، ما عندوش القوه انه يرد على دي. هتلاقي دايما المرشح اللي يتكلم احنا وكلنا والناس كلها، ده فيش مصداقيه. احنا عايز انا هعمل ايه؟ احنا وكلنا، ده كل الناس، ده كل الاحزاب، انت بتعمم. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي فيها ايه، بيبقى فيها ايه زي توارية كده. ايوه صح. فهي دي المشكله، ان احنا تحسين مش ريسبونسبل كده بالظبط. مش مسؤول يعني بالظبط. فهي دي الايشو، ان احنا بنشوف الهيئه دي في طريقه الكلام. في بقى تون الصوت، الكذاب او الغير صادق، مش هقول كذاب لان ممكن يبقى غير صادق او غير صادق مع الناس، يا بيتكلم ببطء جدا لانه بيحاول، مش مقتنع بالافكار اللاوعي، مش مقتنع بالافكار وهو عايز يقولها، فبتلاقي الكلام طالع بطيء بالظبط، او سريع جدا عشان يربك اللي قدامه ما يلحقش يصدق. يعني بيربكه على طول بافكار متتاليه ومتسارعه وصوته على طول كده. انسب حاجه اللي بيتكلم بتون هادي، يعني لا هو سريع قوي ولا هو بطيء جدا. التون ده برضو بنقدر نحس من خلاله الكلام ده كله. طبعا الكل هيقول احنا هنروح المؤتمر نقعد نركز على الحاجات دي، لو احنا عندنا فكره عن الموضوع ده هنبص على العلامات دي. وبعدين في بقى حاجات تانية في المنطق بقى، في الكلام بقى والمفردات والاسئله اللي نقدر نسالها كمان. زي ايه بقى بالظبط؟ يعني واحد قال لك، انا ده قريته، يعني انا عملت زي بصيت كده على شويه فيديوز على المرشحين، لقيت واحد مثلا بيقول ايه، انا هعمل قانون بدون ذكر اسماء، طبعا النهارده انا مش هذكر اي نوع من الاسماء. انا هعمل قانون يخلي كل واحد من الشباب يقدر يبقى عنده صاحب شركه من بيته وما يدفعش ضرايب. ازاي يعني؟ حلو قوي. طبعا كل الشباب هيسمعوا كده جري هينتخبوه. طيب الشباب دول خلاص اقتنعتوا بكده عشان انتوا محتاجين ده، يبقى هو بيوجه كلامه للذكاء العاطفي. يعني هو لازم جنب ده يقول ازاي الباك اب، ايه الخطه البديله، او هيتم تنفيذها ازاي، انت في ايدك بالظبط. احنا بقى لو ده دور اللي احنا الشعب بقى في الكلام ده كله. طب حضرتك هتعمل القانون ده على اساس ايه؟ مين اللجنه اللي هتعمل القانون ده؟ طب لو القانون ده الحكومه ما وافقتش عليه، البديل بنوصل لحد ما نوصل الاجابه اللي تريحنا احنا، او تجاوب على الاسئله المنطقيه. انا قلت فكره، طيب الفكره دي عبقريه، طب فين هتتنفذ ازاي؟ طب فين المصادر بتاعتها؟ انت تضمن الحكومه توافق على قانون زي ده؟ طب ولو ما وافقتش يبقى انت كده بتدي وعود في الهوا. فهي دي بقى الايشو، ان احنا نسال الاسئله اللي تجاوب لنا احنا على الحاجه اللي تقنعنا. ما نسيبش الكلام ناخد كلام هنعمل كذا وهنفتح مدارس، ما كل الناس بتقولها مدارس، وكل حد بيحط برنامج انتخابي احسن من التاني. ما هي الفكره؟ يمكن احنا هنشوف اكيد برامج انتخابيه كتيره جدا من كل المرشحين سواء قوائم او سواء فرد بالظبط. فازاي نقدر نعرف ان البرنامج ده الانتخابي ده فيه مصداقيه والتاني مثلا ما فيهوش مصداقيه؟ واقعي ومنطقي، ده ايوه هي هو ده. This is the keyword فعلا. احنا فعلا لازم نبص على هل ده واقعي ولا احنا في بلد تانية. ومتهيالي في وجهه نظري البسيطه جدا هو فكره جدول زمني. يعني انا دلوقتي انا قريت حزب على 6 اكتوبر وانا ماشيه، مش هقول اسماء، اوكي. كانوا كاتبين هنصلح التعليم في مصر بس عام. ايوه عام بقى. عام حاجه. طب اديني جدول زمني، قولي هتعملها ازاي مثلا، يعني اشرح لي كده وقولها لي في منتهى 1 2 3 4. يعني مثلا انا هبتدي بالابتدائي، هبتدي اعمل كذا، يعني متهيألي صح ولا احنا في لانه في ناس دلوقتي هي مضطره انها تروح تحط اسمها دلوقتي لانه في غرامات وفي لازم فالناس اللي مش هتروح بقى تحضر المؤتمرات. هنمسك حته الخطه الانتخابيه او يعني البلان بتاعتهم، ان احنا لازم نبص على حاجه مهمه قوي. البلان دي احنا قلنا لازم تبقى واضحه وتبقى فعاله وتبقى واقعيه. واضحه وفعاله وواقعيه من وجهه نظر ابسط حد، ان حد مش مثقف، حد
تعليم متوسط وحد في جميع المراحل او جميع الفئات الشعب يبقى فاهمها، واضح وفعال وواقعي. واقعي دي بقى احنا اللي نعرفها. طيب هل الكلام ده واقعي؟ اه التعليم هيتغير. فين التحديد؟ ده مش بالظبط. محدد. اللي بيدي خطط عامه يبقى انت ما بتعملش حاجه. زي ما انت قلتي بيبقى في تايم للموضوع ده، او وقت يعني بيمشوا عليه، او خريطه الطريق زي ما جدول بيقولوا، زمني. جدول زمني بيديكي الحاجات محدده، احنا خلال 5 سنين هنعمل كذا. طبعا طريق ايه هتغير التعليم عن طريق ايه بالظبط؟ ايه الياتك؟ تجديد مدارس، تغيير كادر معلمين، هتعمل ايه بالظبط؟ بالظبط لازم نعرف التفاصيل، لان اي حاجه هتلاقيها عامه فهي دي المشكله. حضرتك من كام يوم عملتي استفتاء، زي استفتاء كده على الفيسبوك عشان تعرفي رأي الناس في المواصفات اللي عايزينها في المرشح بتاعهم، وصلتي لإيه بقى لحد دلوقتي؟ وصلت لإيه؟ أولا بصي، أنا جالي ردود كتير قوي الحمد لله، عن أنا كتبت لهم إيه اللي أنتوا شايفينه كنموذج للمرشح. للمرشح عايزة أعرف النموذج ده عشان أشوف النموذج ده يتوافق مع المهارات البشرية ولا ممكن تبقى فيه حاجات كده إيه مسليدنج. ففي الاستاذ جمال عيد قال لي اهم حاجه التفاوض، وما يكونش عنده اي حرج من اي كبير او سلطه، ويكون قادر على الصراع بيد والبناء بيد اخرى. انا رديت عليه قلت له انا هاخد كلمه التفاوض دي، لان دي اهم حاجه. اهم حاجه هو التفاوض، يعني التواصل. لقيت بقيه الافكار يمكن انا رميتها في 4 نقط صغيرين، ان يبقى شاب وحيوي وسيء البديهه. دي اول نقطه. كلمة شاب دي هنتكلم فيها. متواضع اتكررت كتير جدا، والقدرة على التواصل وصل للناس دي اتكررت برضو. ده مهم حاجة. جدا. ايه؟ مهم جدا قدرة التواصل مع الناس. انك ما تبقاش بعيد عن احلام الناس، لان دي يمكن الموجود دلوقتي او المحسوس في الشارع المصري، هي فكرة انه السياسيين في حتة ومطالب الشعب المصري في حتة تانية خالص. هي التواصل، هي حلقة الوصل دي بالظبط. إيه ممكن يبقى التواصل على فكرة من ناخب للشعب عن طريق ابتسامة. انت في ناس كتير قوي بتخش مكشرة وهعمل وهعمل وهعمل، طب فين التواصل؟ انت قفلت باب التواصل اساسا بالكلام ده. وفي فكرة كمان المتواضع، التعالي بالزبط. ده معناه ان مش هيبقى في تواصل، صح؟ بالظبط. ما انت متواضع يعني واصل للشعب، يمكن هي الكلمه النتيجه في الاخر واصل للشعب. قلت لهم طبعا لازم يبقى عن طريق التواصل، يبقى دي مهارات التواصل ومش بتاع شعارات. عشان موضوع بصراحة. الشعارات ده يعني يمكن برضو ايه misleading، او بيخلينا نتوه. لو في ناس شاطره قوي فانا بتعرف تعمل بالزبط. الكلام ده احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ اللي بيرشح نفسه ده مش هشبهه بالسلع، بس هو زي السلع بيعمل لنفسه تسويق. اي سلعه تسويقيه ممكن تتباع عن طريق الشعار بتاعها. في شعارات كتيره جدا ثابته من عشرات السنين، علشان البضاعه دي خلاص بقت حاجه كده نمبر 1 بسبب الشعار. بس في شعارات تانية بصراحه مستفزه. زي ايه يعني؟ انا يمكن ده شفته